ده سميته حسام حسن امبراطور الكوره في نادي الزمالك للفريق الاول، هو مسؤول مسؤوليه كامله. مفيش تدخل، ملوش، وابراهيم ملوش دعوه باتحاد الكوره. خلاص اول مره يتكلمنا باتحاد الكوره، مين اللي اتحاد الكوره؟ لان ابراهيم كان بينفعل، لان ما كانش عنده مجلس اداره قوي يقدر يدافع عن نادي الزمالك. كلكم شفتوا الماتش اللي اتلعب من اسوان للدفاع الجوي، واتعمل تقرير في قناة الجزيرة الحقيرة، والانقلابي مرتضى منصور انا انقلابي، انقلابي ضد الفاشل، انقلابي ضد الفاسد، انا انقلابي، انقلابي ضد الراجل العبيط، انقلابي، طبعا. وقبل 30 6 كنت بقول الكلام ده، ما كنتش بخاف. وسيسوا نقل المباراة ماشي، يعني رئيس نادي قوي، ده رئيس نادي قوي، ومعايا مجلس اداره متجانس متعاون، معايا مجلس اداره، فرق شاسع بينه وبين 2005. 2005 حطوا الخشبه في العجله وقال لك علينا وعلى اعدائنا. كل المنشات اللي انتم شايفينها دي يا جماعه كنت نفسي اعملها في 2005. بعد ما خلصوا روحوا شوفوها. حسام وابراهيم وجهازهم استقلال تام. مين يلعب، مين احتياطي، مين يجي، مين يمشي، ولا لينا علاقه. حتى المشرف على الكوره ما زال مشرف على الكوره، الكابتن احمد سليمان مشرف هادي. علاقته بيهم لو في مشكله بيبلغوه، واي لاعب قال لهم كده، اي لاعب هيجي عنده مشكله شخصيه او عامه ما يقولهاش لمدير الكوره، الباب مقفول في وشه. وعلى فكره احنا كنا عاملين ده مع احمد حسام، وده سر انه خد بطوله. لان انا جايب راجل هساله. انا دلوقتي عندي حسام حسن مدير جهاز فني او رئيس جهاز فني، في النهايه هيتسال هو جهازه. في نهايه الموسم والله احنا خدنا بطوله كذا، عملنا كذا. لكن التدخل في شغلهم والكلام ده اتقال لمجلس الاداره كله واللعيبه، واي لاعب هيجي يشتكي مقفول في وشه.